فاحنا يا جماعه وطبعا والمبيدات يعني لو الزملاء بقى بتوع الزراعه موجودين، المره اللي فاتت كان بتوع الزراعه موجودين، المبيدات اللي بتستعمل في الخضروات كلنا عارفين على عينك يا تاجر دلوقتي معظم الخضار بتاعنا اللي بيتصدر بيرجع تاني، لانه مفيش قواعد منضبطه في كميات المبيدات اللي بتستعمل. فنعمل رعب عند الناس، فالناس تضطر تروح تشتري الحاجات الاورجانيك القادرين، والحاجات الاورجانيك ما يقدرش يشتريها غير قادرين القادرين، يعني اليت المجتمع. فحرام حرام اللي بيحصل في الحضاره الحديثه دلوقتي. احنا الحضاره الحديثه هتدمر نفسها ان لم نكن منتبهين لذلك، ونحط من القواعد والقوانين اللي تنظم ممارسه المهن المختلفه بشكل يتكامل مع بعضه ويحافظ على مصلحه المواطن المصري. الحقيقه ظهرت اول حاله عندنا سنه 2015 في نهايتها، وكانت لاعبه في الجراديه، واللاعبه دي تم عقابها بانها تم ايقافها لمده سنتين. من احنا عندنا هيئه عقوبات او هيئه قضائيه داخل المنظمه المصريه واللي هي عطتها السنتين. قدمت استئناف وده من حقها، والاستئناف نزل العقوبه من سنتين لست شهور. لما بتترفع الامور للوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات راح ترفع علينا قضيه الوكاله الدوليه في المحكمه الرياضيه الدوليه الكاس، ورفعت العقوبه من ست شهور لاربع سنين. في نفس التوقيت ظهرت الحاله الثانيه اللي هي لاعب في المنتخب القومي لكره الطايره، وبعد كده ظهرت الحاله الثالثه والاخيره. احنا كل اللي عندنا في مصر ثلاث حالات فقط مش اكتر من كده، هما الاثنين اللي في الكاراتيه ولاعب الكره الطايره. المشكله ان هرمون الركتوبامين ده بيتم حقن الحيوانات بيه، خصوصا الابقار والخنازير، ما بيتحقنش بيه الدواجن زي ما بعض الاعلام كتب. بيزود كميه اللحوم وبيقلل كميه الدهون، والاخطر من كل هذا الكلام انه بيزود هرمون الادرينالين في جسم الانسان. ولكن احنا بنقول الدواء البيطري ده حق اصيلينا. بالنسبه برضه للاعبين، معلش انا اقول ان يعني مش اللحمه بس في بيوتهم، اكيد انتوا بتعملوا معسكرات في الفنادق في القرى السياحيه، فاكيد برضه بيتداولوا اكيد. يعني ما اعرفش الاستاذ الدكتور اسامه بيقول لا الفنادق لا، ايه المانع انها تكون موجوده؟ لحوم مستورده بتبقى مصنعه موجوده واحنا بنستبعدها. حضراتكم بتعملوا معسكرات في فنادق وفي قرى سياحيه، فليه لا؟ فمن هنا احنا برضو انا والدكتوره شيرين بنطالب زي ما بنطالب وزير الزراعه ان يتولى هذا الملف. برضو بنقول لوزير السياحه ان لازم ان يكون في طبيب بيطري مقيم في القرى السياحيه وفي منشات السياحيه وفي الفنادق، طبعا ده حفاظا على صحه الانسان.